اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى دلوقتي لفقره اخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها مع فريق 2007. عندنا ما شاء الله فريق 2007 بقياده الكابتن اسامه زكي عامل نتائج اكثر من رائعه في بطوله دوري الجمهوريه. اهلي 2007 يفوز على وادي دجله برباعيه نظيفه في بطوله الجمهوريه. هقول لحضراتكم برضو التشكيل اللي ابتدى بيه الكابتن اسامه زكي. في حراسه المرمى اياد تامر، خط الدفاع ادم طارق ومحمد السيد وزياد وائل وكريم عمرو، خط الوسط محمد رأفت وعمر فتحي وحازم عاشور وعصام احمد واحمد الشيخ، وفي الهجوم محمد عبد الفتاح تاحة. وافتكروا الاسم ده، تاحة الشهير بتاعها محمد عبد الفتاح، من المهاجمين المميزين جدا في فريق 2007. رباعيه النادي الاهلي جت عن طريق احمد الشيخ هدفين وعصام احمد هدف، والبديل نزل في الشوط الثاني حمزه علي عماد ايضا احرز هدف. ارتفع رصيد 2007 إلى 19 نقطة، متصدر بطولة الجمهورية فريق 2007 في النادي الأهلي. دي بطولة 2007. أيضا نروح للخبر اللي بعد كده مع أهلي 2006. أهلي 2006 يفوز على فيوتشر بهدف في بطولة الجمهورية. هدف الفوز جه عن طريق عمار وليد حافظ. عمار وليد حافظ ده برضو من اللاعبين المميزين في فريق 2006، لاعب مبشر، لاعب ان شاء الله بنتوسم فيه انه يكون موجود في الدرجه الاولى. افتكروا الاسم ده، عمار وليد. احرز هدف الفوز للنادي الاهلي في الشوط الثاني، ليمنح النادي الاهلي 3 نقاط مهمه جدا. وايضا برضو 2006 متصدر بطوله الجمهوريه. كابتن سامر عبد الرحمن المدير الفني عامل شغل اكثر من رائع. 2006 بيرفع رصيده ل 18 نقطه زي ما قلت لحضراتكم، من الفوز في 6 مباريات، الخساره في مباراه واحدة. علشان كده 2006 متصدر جدول المسابقة. نروح ل 2001. 2001 فازوا على الاتحاد السكندري في ملاعب الناشئين بمدينة نصر بثنائية. كانت مباراة، طبعا كان الشوط الثاني في ظروف المطر، الطقس تغير الشوط الثاني، لكن قدر النادي الأهلي يفوز 2-1. كانت مباراة صعبة أمام الاتحاد السكندري اللي عنده قطاع ناشئين قوي، قطاع ناشئين محترم. النتيجة كان النادي الأهلي متقدم، بعد كده التعادل الاتحاد السكندري، وفي الثواني الاخيره مباراه شبه مباراه الاهلي وغزل المحله في الدرجه الاولى، قدر النادي الاهلي يفوز في الثواني الاخيره. احرز اهداف اللقاء علي عمرو في الدقيقه 8، وفي اللحظات الاخيره احمد عربي. نروح نشوف هدف من الهدفين، هدف حلو على طريقه ابراهيموفيتش. نشوف الهدف. يعني هدف حلو، ما ينفعش نعدي الهدف ده، لازم نقف عليه ولازم نحلله. هدف فيه شغل فني من الكابتن عمرو أنور، هدف حلو. عيدوا لنا الهدف تاني لو سمحتوا علشان نتكلم على الأول. أحمد سيد غريب وقف على الكرة، استنى الباك ليفت، طلع عمل كرة عرضية. النهاردة زياد طارق، النهاردة وقفوا بقى هنا، وقف. النهاردة زياد طارق والكرة جاية، شايفين المهارة العالية جدا، المهارة العالية جدا، والكرة جاية وشه خارج الملعب، بيرجع الكرة تانية، بيعمل اسيست عالمي. هدف حلو قوي ملعوب من زياد طارق، بيحرز الهدف من متابعة جيدة. علي عمرو بيحط دماغه رغم من المدافع بيحط رجله، لكن عنده الشجاعة النهاردة يحط راسه ويحرز الهدف ده. كان الهدف الأول للنادي الأهلي، هدف حلو، أنا بعتبره هدف الأسبوع بالنسبة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2001، اللاعب علي عمرو. بنبارك لشباب النادي الأهلي. نروح نشوف مع بعض دلوقتي اللقاءات ما بعد المباراه.